هي الأنشودة الرائعة والمعبرة، وقد اعتمدت عناصر القوة والتميز من الصوت الشجي إلى وقع الكلمة المعبرة والمؤثرة وحتى انسجام الأداء وقوة الاستعراض. ولعله ذلك الإبداع الذي تجلى في الأناشيد التي تقدمها فرقة زهرات مدرسة زيد الموشكي بتعز، والتي من خلالها وضعت بصمتها وصنعت لنفسها اسما حتى غدت من أهم الفرق التي تحيي أكثر الفعاليات والحفلات والمناسبات بمدينة تعز. شاركت زهرات زيد الموشكي في حالة في إحياء مسابقة الوحيين السنة الذي مضت شهر 11، وكذلك شاركنا في إحياء الأسبوع الذي مشى اللي هو مكتب الثقافة مع الأستاذ عبد الخالق، وكان ممتازات جدا ورائعات. وكذلك إحياء حفلات الزي الشعبية، شاركنا في إحياء حفلات الزي الشعبية وكان ممتازات جدا. كنت أول ما بديته واجهت صعوبة شوية إنه بالحركات وكيف أتحرك وشي، بعدين لما تعودت بديت شوية أتعود على الشي، وطبعا هذا الفضل كله للأستاذة عايدة وبعدين رجع للمدربة حقنا، والحمد لله شاركنا بعدة أشياء. مناسبة الحركة للكلام نفسه ومناسبة الحركة للدقة، حين تكون حزين ما ينفعش نعمل حاجة قوية، وتوحيد الحركة للزهرات يعني عمل حركة واحدة. طبعا مواهبهن عديدة جدا وليس فقط في الغناء والإنشاد، عندهن مواهب، عندهن هوايات كذلك بالرسم والنحت والرسم وكذلك الطبل، هذا استخدام الطبل والعزف، وعندهن الجور واللعب والأنشطة، كرة الطائرة، كرة يعني ما شاء الله عليهن ممتازة جدا. الفرقة هذه كان وجودها تحت دافع الحاجة بالنسبة لمدرسة زيد الموشكي، وهي التي تولي نشاطاتها المختلفة اهتماماً باعتبارها من كبرى مدارس تعليم الفتيات في تعز. وما إن ذاع صيت هذه الفرقة داخل المدرسة بدأت توسع مشاركتها شيئاً فشيئاً، ونظراً للأداء الرائع والمميز في الفعاليات المختلفة استثمرت الفرقة هذا النجاح في الحفاظ على البقاء والاهتمام بمكسب النجاح. فكرة التدريب إنه يعني أحيان أشوف فيديو وأشوف أعمل نفس الحركات اللي بالفيديو، وأحيان أغير من عندي وأحيان الحركة تكامل من عندي. الصعوبة التي واجهتها في المدرسة عند تجميعي للزهرات وتدريبهن هو شدة الخوف عليهن من ضياع الحصص من بعض المدرسات. هو ليش في أحيان نحتاج للراحة وجزء من الوقت من بعد الراحة، عشان التدريب بالراحة ما يكفيين الشيء ناكلين نلعبين كذا، اضطر اني اخذ شوية جزء من بعد الراحة 10 دقائق كذا. الصوت الشجي مع القدرة على الاستعراض عند زهرات فرقة مدرسة زيد الموشكي بقدر ما استطاع أن يحقق بصمة وينال استحسان الجميع، فإنه أيضا تعبير عن اهتمام المدرسة بتنمية المواهب ضمن الأنشطة المرافقة للعملية التعليمية.